الزبير بن بكر يقول عن الكلبي قال: كتب هرقل الملك الروم إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان معاوية هو الخليفة، يسأله عن أسئلة، بعث له رسالة، فمن بين الأسئلة التي سأله إياها يسأله عن الشيء ولا شيء، وعن دين لا يقبل الله غيره، وعن مفتاح الصلاة، وعن غرس الجنة، وعن صلاة كل شيء، وعن أربعة فيهم الروح، ولم يرقدوا في أصلاب الرجال ولا أرحام النساء، لا أجوا من امرأة ولا من رجل، وعن رجل لا أب له، وعن رجل لا قوم له، وعن قبر جرى بصاحبه، وعن قوس قزح، وعن بقعة طلعت عليها الشمس مرة لم تطلع عليها قبلها ولا بعدها، وعن ضاعن يعني مسافر ضعن مرة لم يضعن قبلها ولا بعدها، وعن شجرة نبتت بغير ماء، وعن شيء تنفس لا روح له، وعن اليوم وأمس وغد وبعد غد ما أجزاؤه من الكلام، وعن الرعد والبرق وصوته وعن المجرة وعن المحو الذي في القمر. أسئلة أرسلها ملك الروم استنتجها من الرهبان، كتبوا له إياها وبعتوها للخليفة لحتى يعجز الخليفة. فلما قرأ معاوية ما استطاع أن يجيب، فقيل له من بحضرته يعني: لست هناك، وإنك متى تخطئ شيئا في كتابك إليه يغمزه فيك، يضحك عليك ويتكلمون عليك، فاكتب إلى ابن عباس. فكتب إليه ابن عباس. النبي عليه السلام دعاله، النبي دعاله: حبر هذه الأمة، اللهم علمه التأويل. فأرسل إلى ابن عباس هذه معضلة، نريد أن تخبرنا ما الأجوبة عليها حتى نرسلها إلى ملك الروم إلى هرقل. فسيدنا ابن عباس بكل بساطة كتب الأجوبة، فقال: أما الشيء فالماء، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأما لا شيء، سألوا عن شيء ولا شيء، فالدنيا تبيد وتفنى وكأنها لا شيء. وأما الدين الذي لا يقبل الله غيره فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأما مفتاح الصلاة، الله أكبر، بداية الصلاة مفتاحها كلمة الله أكبر. وأما غرس الجنة فلا حول ولا قوة إلا بالله، الزرع اللي بدك تزرع فيه الجنة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما صلاة كل شيء، كل شيء كيف يصلي، وأما صلاة كل شيء فسبحان الله وبحمده، البحر، الموج، النبات، الشجر، الحجر، كله يقول سبحان الله وبحمده. وأما الأربعة التي فيها الروح ولم يرتقدوا في أصلاب الرجال ولا أرحام النساء، لا أجوا من أم ولا من أب، فآدم وحواء، حواء خلقت من كتف آدم، وعصى موسى التي أصبحت حية، والكبش الذي فدى الله به إسحاق نزل من السماء، أو إسماعيل، أو إسماعيل، والصحيح هو إسماعيل. وأما الرجل الذي لا أب له فعيسى ابن مريم. وأما الرجل الذي لا قوم له، ما له عشير قوم، فآدم عليه السلام. وأما القبر الذي جرى بصاحبه فالحوت حيث سار بيونس في البحر. وأما قوس قزح فأمان الله لعباده من الغرق. وأما البقعة التي طلعت عليها الشمس ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدها فالبحر حيث انفلق لبني إسرائيل، لما انفلق البحر لسيدنا موسى وصار بينت الأرض في البحر الأحمر،
فوقعت عليها الشمس مرة واحدة، وبعدين رجع التأم البحر ما عاد شافت الشمس بعدها أبدا. وأما الظاعن المسافر الذي ظعن مرة ولم يظعن قبلها ولا بعدها، فجبل طور سيناء، جبل اللي طلع وأتى مسافة 4 أيام فوقهم كأنه ظل بده يوقع على بني إسرائيل، هذا بيت القصيد من القصة. فجبل طور سيناء، هل قام الجبل بعدها؟ أبدا. فجبل طور سيناء كان بينه وبين الأرض المقدسة 4 ليال، فلما عصت بنو إسرائيل أطاره الله بجناحين من نور من ألوان فيه ألوان العذاب. كل ألوان العذاب في هذا الجبل لو أنهم ما سجدوا. فأظله الله عليهم وناداهم مناد: إن قبلتم التوراة كشفته عنكم وإلا ألقيته عليكم. فأخذوا التوراة معذورين فرده الله إلى موضعه، قبلوا غصبا عنهم يعني رضيوا فيه. فذلك قوله: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وأما الشجرة التي تنبت من غير ماء فاليقطينة التي أنبتت على يونس، وقت اللي ألقي على الشاطئ. وأما الذي تنفس بلا روح فالصبح، قال تعالى: والصبح إذا تنفس. وأما اليوم، اليوم وغد والبارحة ما أجزاؤها من الكلام؟ وأما اليوم فعمل، أجزاء من الكلام أنه اليوم عمل. وأما أمس فمثل، وأما غد فأجل، وأما بعد غد فأمل. شوفوا هذه الأجوبة، اليوم عمل، امبارح مثل، بتحكي مثال ما حصل معك البارح، وأما غدا فأجل، وأما بعد غد فأمل. يعني بكرة يمكن يكون أجلك، بعد بكرة يمكن يكون عندك أمل تعيش. هذا أمل طويل اللي بيعقد على بعد بكرة. كيف نحن بنعقد؟ نبلش منعمر البيت خلال 10 سنين بدنا نخلصه. قال بدي أقعد فيه 10 سنين بيشتغل عمار فيه، وبيجي آخر يوم بعد ما بيخلص البيت ما بيسكنه. سبحان الله. وأما البرق فمخاريق بأيدي الملائكة تضرب بها السحاب. وأما الرعد فاسم الملك الذي يسوق السحاب وصوته زجره. وأما المجرة فأبواب السماء ومنها تفتح الأبواب. وأما المحو الذي في القمر فقول الله: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. الله أكبر. شوفوا هذه آخر وحدة هلأ ثبتت الآن، من أقل من سنة ثبت أن القمر كان مشتعلا فطفئ. هلأ من جديد: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. بنقرأها من 1400 سنة ما بنعرف شو معنى هذه الآية، كل فترة مفسرها شكل. تبين أن الليل والنهار كانتا آيتان مشتعلتين، القمر والشمس كانوا مشتعلتين، فطفئ القمر فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. طفأ القمر وبقيت الشمس مشتعلة. هذا ثبت الآن، ابن عباس عم يحكيها من 1400 سنة أيضا. ولولا ذلك المحو لم يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل. لو ما كان في قمر وانطفأ القمر كان بالليل بيطلع القمر ضوء وبالنهار بتطلع الشمس ضوء، فما بتعرف الليل من النهار. فمحونا، فعل إلهي، تقدير إلهي، محى الليل، محى الإضاءة والاشتعال من القمر حتى وجعلنا الليل لباسا، حتى تنام وترتاح وخلايا المخ تتعبى وتتغذى، وما بتتغذى إلا في العتمة. سبحان الله. بعث له الأجوبة معاوية إلى قيصر وكتب إليه جواب مسائله. فلما وصل الخبر إلى قيصر قال: ما يعلم هذا إلا نبي أو رجل من أهل بيت نبي.
يلي تكلم بهذا الكلام نبي أو هو من آل بيت النبي. فقصة أنه من ضعن مرة واحدة هو جبل الطور.